أحمد التنبيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا ووالديه والحاضرين والمسلمين. يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه التنبيه، قال: ويكره، نعم، قال: ولا يجوز صلاة نايم أنت، صلاة خلف من يصلي. أقول نايم أنت، صح؟ تفضل. احنا هنبدأ من ولا تجوز صلاة الجمعة، أعتقد، ولا خلصناها صلاة الجمعة. ولا يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة، صح؟ نعم، ماشي، تفضل. قال رحمه الله: ولا يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة، كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والكسوف خلف من يصلي الصبح. يعني الهيئة، فإن صلى أحد، يعني الهيئة، صحيح؟ نعم، يخالفه في الهيئة يعني. قال: فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد، إلا من صلى خلف المحدث فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة ويجب في الجمعة. ولا تجوز الصلاة خلف من يصلي صلاة خالفة في الأفعال الظاهرة، المعنى أنه لا يكون نظم الصلاة واحد. ومثل العلماء في ذلك كمثل أن يصلي صلاة الصبح لمن يصلي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أنه لها ركوعان وفي كل ركعة ركوعان، وأيضا كصلاة المغرب والعشاء مثلوا لها بذلك، لأن في المغرب فيها التشهد الأوسط، التشهد الأخير يكون في الثالثة لا في الرابعة. فقالوا: كل صلاة تخالف الصلاة الأخرى في الهيئة لا يصح الصلاة خلفها. لما؟ لعدم انتظام الاقتداء، فإنه يعني يكون في هناك صعوبة في الاقتداء بالإمام. ومثل ذلك المكتوبة خلف الجنازة، والمكتوبة خلف الجنازة والجنازة خلف المكتوبة لعذر المتابعة، بخلاف الصلاة خلف صلاة تخالفها في النية دون الأفعال. وهذه وردت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر الصلاة باختلاف النوايا، بل قال بها عندما قال له: أصلي نفسي فإذا جئت أصلي معهم، قال: نعم أو تسأل. وأيضا عندما وجد رجلين لم يصليا فقال: لما لم تصليا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إن صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فصليا خلف الإمام، تكون لكم نافلة. وهذا صريح في اختلاف النوايا. ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة ثم يرجع فيصلي بقومه، هو نافلة وهم على الفريضة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل متأخرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي: من يصلي، من يتصدق على أخيكم، من يتصدق على أخيكم؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقام أبو بكر فصلى به. فيجوز اختلاف النوايا، لكن اختلاف الهيئة يصعب الاقتداء به. وهذا المعتمد في المذهب عند الشافعية، فأنه لا تجوز الصلاة خلف من يصلي صلاة خلفة في الأفعال الظاهرة، وإن فعل بطلت الصلاة. فإن صلى ما يتفق معه في الهيئة كصلاة الظهر خلف العصر والمغرب والصبح، والفرض خلف النفل، والأداء خلف القضاء، وبالعكس، فإن هذه الصلاة قد تصح مع اختلاف النوايا. يعني هو يصلي الظهر والآخر يصلي العصر أو العكس، هذا كله يصح. إذ قول سلم: إنما جوع إمام ليتم به، لا يدخل فيه باب النوايا، لا يدخل فيه باب النوايا. فإن صلى أحد هؤلاء الممنوعين من الاقتداء خلف أحد هؤلاء الممنوع من الاقتداء بهم، الكافر فمن بعده، على ما قلنا في الأخرس والأرزق والكافر والخلاف والمجنون أيضا، ولم يعلم المقتدي حال الإمام حين الاقتداء به ثم علم أعاد في الصور كلها لتقصيره بترك البحث. يعني لو صلى خلف الكافر فعليه الإعادة، لو صلى خلف الأمي الذي داخل الفتحة عليه الإعادة، لو صلى خلف المجنون عليه الإعادة، عليه الإعادة وجوبا في هذا الباب، لأنه ترك حتى لو صلى هو لا يعلم، هو صلى قال لا أعلم، إذا كان مجنون، إذا كان كافر لا يعلم، إلا إذا وجد قرائن فعمل بها، هذا أمر آخر. فإن كان لم يعلم فهو مقصر في البحث، فعليه إعادة الصلاة، إذ الكافر لا يخفى حاله، وكذلك المجنون والخنثى أيضا، والمرأة لما صلى خلف المرأة أيضا تبطل صلاته، والأمي تبطل صلاته، كل هؤلاء تبطل الصلاة، خلف الأمي، خلف المخنث، خلف المرأة، خلف المجنون، خلف الكافر، هذه صلاة باطلة لا تصح. والإتمام هنا الاقتداء بالإمام لا يصح، فالصلاة باطلة. لكن لو صلى خلف محدث، مع أن صلاة المحدث الإمام تبطل، هي باطلة إن كان لا يعلم طبعا، أو غير متلاعب، والثاني لا يعلم،
والمأموم لا يعلم، فصلاته صحيحة على كل حال. وهذا الذي حدث أن وسلم قال له مكانكم عندما تذكر أنه كان جنبا، فذهب فاغتسل فنزل والماء يقطر من على من بين لحيه. عمر صلى بالناس جنبا وعلم بذلك، عمر صلى بهم جنبا وعلم ذلك، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا الصلاة. ورد عن أكثر من صاحب في هذا الباب. فإنه لا إعادة على من صلى خلف المحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة لأنه لا إمارة على الحدث، فلا تقصير من المقتضي، يعني لا يعلم، كيف يعلم أنه جنب؟ ما يعلم إلا أن يخبره. ويجب الإعادة في الجمعة، طبعا هنا يجب الإعادة في الجمعة لفقدان العدد فقط، ونحن نقول الراجح في الصحيح أن العدد ليس شرطا في صلاة الجمعة خلافا للشافعية. فهو يقول في الجمعة يعيد بناء على أن الصلاة خلف المحدث في غيرها صلاة فرادة لفقد الجماعة التي هي شرطها. وفي قول لا تجب إن تم العدد بغير بناء على أنها في غيرها صلاة جماعة فيها الفضيلة، وهذا هو الأصح. وأما المعتمد في المذهب بأنها تصح، فإن كان أحد الأربعين، هذا إذا تم العدد، إذا كان أحد الأربعين وجبت الإعادة جزما وكالمحدث فيما ذكر، وكما قلت في الحالتين عندنا أنها تصح وأن العدد ليس شرطا. وكالمحدث فيما ذكر من عليه نجاسة ظاهرة وخفية فلا إعادة على من صلى خلفه لما ذكر في المحدث. وشمل كلام المصنف أيضا وجوب الإعادة على من صلى خلف كافر يخفي كفره، وهو الأصح لأن الكافر لا يكون إماما بحال، بخلاف المحدث فإنه قد يؤم في صلاتي دوام الحدث. وشمل من صلى خلف صلاة يخالفها في الأفعال، هو أحد الوجهين في البحر، يعني تبطل الصلاة، وفي هناك وجه أنها تصح، وهذا الذي أراد أن يشير إليه يلدرم، أرجع لكلامي في هذا الباب. ورجحه الروياني لظهور العلامة غالبا، والثاني لا إعادة كالصلاة خلف المحدث وما لا إليه صاحب الكفاية. والصحيح في الصلاة التي تخالفها الأفعال أنها تصح، وهذا أصله في ذلك صلاة الخوف، أصله في ذلك صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم هم يركعون ويسجدون ويتمون لأنفسهم ويسلمون النبي صلى الله عليه وسلم واقف أو جالس وانتظرهم حتى يكونوا معه فيسلم بهم. لو كانت الهيئة أيضا مختلفة الصلاة تصح على الراجح خلافا للشافعي. وهنا أيضا المعتمد رجح المعتمد أن الصلاة تصح مع اختلاف الهيئة، تصح وإن كان القول قول جمهور أنها لا تصح مع اختلاف الهيئة. شوف يلدرم إيش يقول، هل يمكن يقال شأن الشرع منع اختلاف الهيئات بينما هم سدا لأدق زراع الخلاف المسلمين؟ تقاعد ظهور ارتباط الظاهر بالباطن رضي الله عنك. والله ما مرت على رأسي قط، والله الذي لا إله إلا هو، تعلمت منك وعلمتني، وهذا تعليم منك والآن، نعم والله هذا عمق نظر. لعل الحكمة بذلك كما قلنا اختلاف الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، استووا ولا تختلف قلوبكم، استووا ولا تختلف قلوبكم، هذه فيها ظهور على أنه اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فاختلاف الآيات تؤدي إلى اختلاف القلوب، لذلك قالوا بأن الصلاة تبطل بذلك، وإن كان صحيح أن الصلاة لا تبطل، ولكن الأفضل أن يصلي بصلاة توافق الهيئة. ونحن نقول حتى على ما قلت بذلك عمق، قلت بذلك أننا أيضا نقول بأنه يمكن أن نبدل الهيئة المختلفة بهيئة متفقة. نقول لمن صلى المغرب في الثالثة يقف، يجلس إما ينفرد وإما ينتظر حتى يصلي إمام الرابعة فيسلم معه ويكون قد اتفق معه في هذا الباب، هذا فضل من الله ونعم. طيب ننتهي إلى ذلك، والله الحمد لله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.